كلمة للتاريخ. كلمة للتاريخ. اليوم في كلمة للتاريخ باش نسمعوكم كلمة للزعيم الليبي معمر القذافي في قمة دمشق. الإطار الزمني والمكاني: قمة دمشق عام 2008، بعد خمسة أعوام على احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق. ألقى الرئيس الليبي معمر القذافي خطاب حث فيه الحكام العرب باش يتضامنوا من أجل المصلحة العربية الواحدة، وتحدث الخطاب هذايا وبرشا منا يتفكروه، تحدث بروح فكاهية وقال: لا شيء يجمعنا سوى هذه القاعة. نبه وحذر القادة العرب من أن الولايات المتحدة الأمريكية باش يجي نهار وتستغنى عليهم ومصيرهم باش يكون كيف مصير صدام حسين. وصف زاد في الخطاب هذايا الرئيس الفلسطيني أبو مازن ببطل أوسلو، الرئيس المصري أنور السادات قال هو بطل كامب ديفيد، واستغرب من قبول العرب طرح دولة فلسطينية ضمن حدود 67، وأكد أنه العداوة مع إيران وتركيا وغيرها من الدول العربية من نجم يكون كان ضد مصلحة العرب. كلمة للتاريخ بصوت الزعيم الليبي معمر القذافي. لما تكلموا عن حدود 67، يعني هذه حقيقة شيء مذهل جدا جدا. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على أنفسنا ونكذب على العالم. آلاف الشهداء سقطوا قبل 67 من أجل من؟ كيف تقولون أن فلسطين احتلت عام 67 وعودوا إلى حدود 67؟ هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ زين، إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا ما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ مش كان قطاع غزة مش كان تبع مصر، والضفة الغربية مش كان تبع الأردن؟ ما كانت بيدكم 20 سنة تركينها لكم اليهود من 48 إلى 67، ليش ما عملتوا فيها دولة إذا كانت هذه هي فلسطين؟ وما هو مبرر الحروب والتضحيات والمقاطعات الاقتصادية اللي قبل 67 ضد الإسرائيليين؟ زين، ممكن الإسرائيليين الآن يرفعوا دعوة ضد العرب يطالبوا بالتعويض بالمليارات، أكثر من تريليونات، عن الخسائر التي لحقتهم ما بين 48 و 67. أنتم العرب اعترفتوا أن القضية بعد 67، بيقولوكم لماذا حاربتونا قبل 67؟ أدفعونا التعويضات هيكم والمقاطعة، ما يسمى بمقاطعة إسرائيل، والخسائر التي الاقتصادية التي لحقت بالإسرائيليين، روح العرب أدفع الثمن تاعها، يرفعوا ضدكم دعوة يكسبوها ويقولوا نحن مظلومين، وقلنا لكم نحن حمل وديع بوسط ذياب من 48، ونحن نقول هذا الكلام. والدليل على ذلك أن العرب أنفسهم اعترفوا بهذا، اعترفوا أن فلسطين احتلت عام 67 وهم يطالبوا بالعودة لحدود 67 وتنتهي المشكلة ونعترف بإسرائيل. ليش ما اعترفتوا بها قبل 67؟ لا إله إلا الله، والله شيء غير مقبول، شيء ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا بإسرائيل؟ ممكن يتم احتلال جديد في عام 2008 مثلا إسرائيلي لأراضي عربية، وبعد سنين حطالبوا أنتم بالعودة إلى حدود 2008 ونعترف بإسرائيل. هذا اللي بيحصل وفقا لهذا، هذا اللي بيحصل. المفاوضات جربناها ومشينا فيها بعيدا، وكانوا اليهود يقولون اجتمعوا معنا مرة واحدة مفاوضات مباشرة حتى نحل المشكلة. هذه كانوا يقولونها في الخمسينيات والستينيات، كانوا يقولون هذه كلام. غير اجتمعوا معنا العرب، أرجوكم غير اجلسوا معنا على طاولة واحدة بس مرة واحدة حتى انتهي المشكلة بيننا وبينكم، وشفتوا شو صار. اجتمعنا معهم ألف مرة من الصبل داود إلى غاية أنابوليس ولا اسمه جل تعمس. مش هذه المفاوضات مررنا عليها؟ صبل داود، أوسلو بتاعت أخونا أبو مازن، طبعا هو يعني بطل أوسلو، والسادات بطل صبل داود. ولما كانت الجزائر تقاتل كانت التبرعات علنا من المحيط للخليج تمشي للجزائر والمتطوعين ومن سوريا، من هنا الدكتور إبراهيم أخوص ومعه مجموعة ما بعرف نذكر من هذا الاسم عدوا قاتلوا مع جبهة التحرير الجزائرية،
ولا اعتبروا ارهابيين ولا 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 عملوا لسوريا شيء. لما كان القتال في 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 ليبيا ضد الاحتلال الايطالي العرب يدعموا في المجاهدين الليبيين من كل مكان، واحنا العرب ما احتلينا احد. طبعا ظلم ان احتلينا الاندلس وطردونا منهم، وبعدها ما احتلينا اي بلد احنا عربيه، احنا اللي بلاد محتله، فلسطين محتله والعراق محتله، وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا الجزر هذه ليس من مصلحه العرب ان تكون في عداوه بينه وبين ايران، ولا حتى بينه وبين تركيا، ولا كل الامم هذه مش مصلحتنا ابدا ان احنا نساعد ايران علينا. اذا كان في مشكل فعلا في هذه، نقرر في هذا المؤتمر تحويل القضيه الى محكمه العدل الدولي، وهذا هو المكان المناسب لحل اشكال مثل هذا. نقرر رفع قضيه الجزر الاماراتيه المتنازع عليها الى محكمه العدل الدوليه، واي حكم تصدره المحكمه يجب القبول به. مره تقولوا هذه ارض عربيه ومحتله، ومره يعني هذه حاجه شيء مش واضح، بلبله وتستغل بلا شك. يعني سكان الخليج 80% منهم ايرانيين، غير العائلات الحاكمه العربيه الاخرى كلها ايرانيه، الشعب كله ايراني. هذه ورطه موجوده كيف؟ ايران ما عندكم مش منها مفر، يعني قصدي هذا جار ولا اخ مسلم وغير اللي هو، مش مصلحتنا احنا تكون ايران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقاءنا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حائر، لماذا العراق؟ شو سبب بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. فيها سلاح دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق سلاح دمار شامل، أوزبكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كل عندهم قنابل ذرية. كل بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في ما في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، ما احنا نتفرج لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها، تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الامريكي لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. الاخ عمر موسى عنده فكره متحمس له وبرنامج ذكره حتى الان او ذكره في تقريره، ان العرب من حقهم ان يستخدموا الذرة لأغراض سلمية، ويجب يكون في برنامج عربي نووي. هذا من حقهم، من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك، لكن الله غالب. لكن منهم عمر، منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد؟ منهم العرب؟ احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا.
احنا مخابرات نتآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو، نحن عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الآخر. ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحدية ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد العربي، العلاقة بين سوريا وروسيا ممكن والله إيران وإلى تركيا أفضل ألف مرة من العلاقة بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقة بين ليبيا وإيطاليا أفضل ألف مرة من العلاقة بين ليبيا ومصر ولا تونس جيراننا. هذا حالة العرب هذه.